السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، مرحبا بكم في دروس العلوم للصف الثالث متوسط. معكم الأستاذة وفاء ربيعان، ويرافقني معلم لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغينيم. نستكمل اليوم بإذن الله في درسنا عن البراكين الجزء الثالث. كالعادة لدينا ثلاثية التفوق، التركيز، التحفيز والتلخيص، متابعة الفيديوهات، مناقشة مع المعلم والزملاء، هل أسئلة نهاية الدروس والوحدة ومراجعتها، متابعة يومية للدروس عن بعد، وحل الواجبات. وكالعادة لدينا ورقة تدوين الملاحظات ندون بها أبرز الأفكار الرئيسية الواردة في الفيديوهات من حيث اسم الفيديو، الموضوع والتاريخ، أبرز الأفكار والتلخيص بكلماتك أو كلماتك الخاصة للفيديو. أهدافنا: شرحنا كيف تؤثر البراكين في الناس، وصفنا كيف تنتج البراكين مواد مختلفة. سوف نقوم بإذن الله اليوم في مقارنة بين كيفية تكون الأشكال الثلاثة للبراكين. درسنا أحد هذه الأشكال، بركان مركب عبارة عن طبقات أفقية بازلتية بعضها فوق بعض، بركان درعي عبارة عن بركان كبير الحجم، عبارة عن طبقة من ماذا؟ يتكون من طبقات فوق بعضها من ماذا؟ من الطبقات ماذا؟ البازلتية. وسندرس بقية أشكال البراكين اليوم بإذن الله. لماذا ندرس هذه البراكين؟ لأهميتها لنا. قد تعرض الثورانات البركانية الإنسان والمخلوقات الحية لمخاطر كبيرة. لدينا مفرداتنا الجديدة سوف نتناولها بإذن الله، البركان المخروطي والبركان ماذا؟ المركب. وأيضا تناولنا سابقا البركان ماذا؟ الدرعي. مراجعة المفردات كالعادة: صهور الصهارة هي صخور مصهورة في باطن الأرض. ذكرنا ما الذي يحدد طريقة ثوران البركان، وهل شدة ثوران البركان هي نقطة أساسية في تصنيف البراكين لأشكال معينة أو لأشكال محددة؟ فكر معي وفكري معي عزيزي وعزيزتي الطالبة. رائعين، أحسنتم. نعم، يحددها نوع الصهارة. إذا احتوت على كمية كبيرة من السيليكا فهي ما الذي يحدث لهذا البركان؟ كمية كثيرة من السيليكا، مركب السيليكا سيليكون وأكسجين، عنصري السيليكون والأكسجين. ما الذي يحدث لهذا البركان؟ ثوران قوي. لماذا؟ لأن كثافته ماذا؟ عالية، فثوران قوي. هذه المواد كثافتها عالية، لا تتدفق بسهولة، لزوجتها عالية. وأجرينا تجربة بينا مفهوم الكثافة اللي هي كتلة وحدة ماذا؟ الحجوم. عندما تكون السيليكا كثافتها عالية ما الذي يحدث لها؟ فهي تغوص إلى أسفل. هذه الصخور كثيرة الكثافة تغوص إلى أسفل، بينما عندما الصخور تحتوي على نسبة قليلة من السيليكا وكمية أكثر من عنصري الحديد والمغنيسيوم، ما الذي يحدث لها؟ ما الذي يحدث لها أثناء عملية ثوران البراكين؟ من الذي يندفع إلى أعلى؟ نعم، أحسنتم. السيليكا القليلة، الصهارة القليلة بالسيليكا والغنية بالحديد والمغنيسيوم هي التي تندفع قبل. إذن حيكون عندنا جزئين في باطن الأرض من هذه الصهارة، صهارة عالية الكثافة تحتوي على كمية هائلة من السيليكا لأسفل أسفل باطن الأرض، وصهارة كثافتها قليلة لأنها تحتوي على سيليكا قليل تكون لأعلى. لاحظنا هذا المفهوم؟ إذن حيكون عندنا نوعين من ماذا؟ من الصهارة. إذا تثور بقوة إذا كانت اللابة أو الصهارة تحتوي على نسبة عالية من السيليكا، مركب السيليكا سيليكون وأكسجين، كثافة ماذا؟ عالية، لأنها تحبس في داخلها ماذا؟ غازات، والغازات تضغط عليها بقوة. نصل إلى حد، نحن نقول حتى في العامية بالحالة العادية، كثرة الضغط تولد ماذا؟ الانفجار. وهذا مفهوم علمي حقيقة، كثرة الضغط تولد الانفجار كما يحدث في بالون. كثرة الضغط أو رفع درجة حرارة الغازات أو إعطاء المادة أو البالون مزيد من الغازات، ما الذي يحدث له؟ يضغط بقوة على الجدران الداخلية، يؤدي إلى ماذا؟ الانفجار، لأن كثرة الضغط تولد ماذا؟ الانفجار. أحيانا بعض البراكين تثور بهدوء إذا كانت نسبة السيليكا قليلة، لكن
لدي الكثير من الحديد والمغنيسيوم كثافة ماذا؟ منخفضة. إذن فكر أو تخيل معي عزيزي الطالبة، عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، تخيل معي باطن الأرض، منطقة الستار، أتت لها هذه الصفائح، غاصة الصفائح، ثم ذابت، انصهرت، صهارة تكونت عندي فيها مواد سيليكا. ما الذي يحصل؟ سوف تكون عندنا طبقات، طبقة غنية في السيليكا إلى أسفل، وطبقة أقل ماذا إلى أعلى، وجود كمية من ماذا؟ من الغازات، درجة الحرارة مرتفعة، عملية ماذا؟ عملية الثوران. تخيل هذا، وقد تقوم بعملية رسم هذه على شكل نموذج لما تخيلته أو لما فهمته عن ماذا؟ عن البراكين. أشكالها أخذنا 4 أشكال، براكين درعية، براكين مخروطية، براكين مركبة، وثوران للشقوق، وحددنا تصنيف لهذه البراكين على حسب ماذا؟ شدة ماذا؟ ثوران هذا البركان. الدرعية ذكرنا عن الدرعية، هذه صورة لها، الحجم ماذا؟ كبير، طبقات ماذا؟ بازلتية منبسطة واسعة الامتداد أفقي كالدرع. الدرع عبارة عن إيش؟ لما شخص يأخذ درع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حجم كبير لكن ارتفاع ماذا؟ قليل. هي بهذا الشكل. قلنا هذه من أقل البراكين ماذا؟ ثوران. لماذا هي أقل البراكين ثورانات؟ غازات فيها قليلة أيضا كذلك، ضغط الغاز فيها قليل، لذلك هي أقل براكين ثوران أيضا كذلك. نقطة أخرى، لماذا هي أقل البراكين ثوران؟ لأنها اللابة فيها تحتوي على نسبة قليلة من السيليكا وكمية أكثر من ماذا؟ الحديد والمغنيسيوم. إذن اللابة عندها ماذا؟ بازلتية. بركان مخروطي هذا الشكل، شكل مخروط، بركان مركب عبارة عن طبقات، وثوران لماذا؟ للشقوق أو الصدوع. نأتي للنوع الثاني، خلصنا إحنا نوع البركان الدرعي، نأتي للبركان المخروطي. هذا البركان المخروطي كيف شكله؟ بركان مخروطي الشكل، شكل مخروطي، نعرف الشكل المخروطي، درسنا هذا الشكل في ماذا؟ في الرياضيات. متكون من مقذوفات صلبة ارتفاعها أقل من 300 متر. كيف يحدث؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث إن هذا البركان، قوة البركان المخروطي متوسطة، هي قوة متوسطة لهذا البركان المخروطي. لماذا قوة متوسطة؟ إذن هذا البركان، إذن درسنا البركان المركب، درسنا البركان الدرعي، ثوران ماذا؟ وشدة ماذا؟ منخفضة. هذا البركان المخروطي عبارة عن جبل بركاني مخروطي يقذف ماذا؟ شدة الثوران في ماذا؟ تكون متوسطة. يقذف ماذا؟ يثور أحيانا بقوة وأحيانا يثور بصورة إيش؟ مبسطة. لكن أساسا متى يثور أو شدة ثورانه لماذا؟ لأنه يحبس كمية كبيرة من الغازات فيه. بما إن ثورانه متوسط، بما إن ثوران هذا البركان هو متوسط، طبعا ما الذي سوف يخرج هذا البركان؟ يخرج ماذا؟ يخرج غازات، ويخرج أيضا لابة، ويخرج أيضا مقذوفات صلبة. هذه المقذوفات الصلبة ترتفع، هذه المقذوفات، ثم بعد ذلك لما تصعد إلى أعلى تبرد، ثم ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هذا البركان وتكون لي، ترجع إلى هذا الجبل وتكون لي الشكل ماذا؟ المخروط، لأنها تلتصق هذه المقذوفات الصلبة على جوانب ماذا؟ على جوانب هذا البركان وتجعله ماذا؟ حاد الجوانب. إذن ثوران متوسط، هذا يعني لي أن السلكة ليست غني، هي متوسطة، السلكة متوسطة، ليست بها كمية كبيرة، لا تحتوي على كمية كبيرة من السلكة ولا كمية منخفضة، لكن كمية متوسطة. الثوران متوسط، لكن ما الذي يخرج منه؟ غازات، يثور بسبب وجود الغازات، غازات تخرج. إذن سبب ثورانه هو وجود الغازات المحبوسة فيه، واللي أدى لثوران ماذا؟ متوسط في هذا الشكل. تقذف الغازات، تقذف ماذا؟ المقذوفات ماذا؟ الصخرية، ثم تبرد هذه المقذوفات الصخرية، ثم ترجع مرة أخرى لهذا البركان المخروطي، ثم تلتصق مكونة ماذا؟ جوانب حادة أو شكل ماذا؟ أو شكل مخروطي. عادة ارتفاعها أقل من 300 متر. رأينا، إذن رأينا كيف حجمه، حجمه أقل حجم من ماذا؟ من البركان الدرعي، ارتفاع أكبر من البركان ماذا؟ الدرعي، هو مخروطي. لاحظنا هنا الفوهة،
متى يحدث له ثوران متوسط؟ ماذا متوسط؟ ماذا الثوران؟ طبعا كان من أشهر عندنا صور لبركان حرة البرك في المملكة العربية السعودية من أحد البراكين المخروطية، وعادة البراكين المخروطية تكثر بجانب ماذا؟ براكين ماذا أخرى. لماذا؟ لأنه أساسا ثوران هذه البركان هو احتباس ماذا؟ الغازات. كلما احتبست الغازات في داخل هذه الصهارة كلما حدث ماذا؟ ثوران لهذا البركان. نوع الثالث براكين مركبة بهذا الشكل، بركان يتألف من تتابع طبقات اللابة والمقذوفات الصلبة حادة الجوانب. إذن يثور هذا البركان، وهذا البركان شدته عالية. إذن يحتوي على ماذا؟ يحتوي على ماذا؟ أحسنتم، يثور بشدة. إذن يحتوي على ماذا؟ على كمية هائلة من السيليكا، لذلك يحبس ماذا؟ الغازات، ويكون ثورانه ماذا؟ هائل. ويعتبر هذا البركان أيضا من أخطر أنواع، لأن ثورانه ماذا؟ شديد جدا. تخرج الغازات، وتخرج اللابة، وتخرج الحمى، وتخرج ماذا؟ المقذوفات الصلبة، تخرج ثم ترتد ثم تكون لماذا؟ طبقات متتالية مركبة، طبقات ماذا؟ متتالية، طبقة من المقذوفات الصلبة تلصق، ثم طبقة أخرى من اللابة، ثم يعتبر شكل إيه؟ شكل مركب، ليس مخروطي، لكن عبارة عن طبقات فوق بعضها البعض تعطينا بالشكل ماذا؟ بالشكل المركب الموجود لدي، حاد طبعا ماذا؟ تتابع الطبقات من اللابة والمقذوفات ماذا؟ الصلبة. وذكرنا المقذوفات الصلبة، قلنا عبارة عن إيش؟ رماد وغبار وأيضا أشياء أخرى كثيرة. إذا أحد أنواع البراكين المركبة متوسط الحجم. إذا نيجي الآن عندنا بركان الدرعي كبير الحجم، بركان حجمه صغير جدا المخروطي، بركان متوسط الحجم هو البركان ماذا؟ المركب. مقارنة بالبراكين الدرعية والبراكين المخروطية لدينا صورة جبل، بركان جبل القدر بالمدينة المنورة. لدينا ثوران الشقوق. الشقوق ما هي الشقوق؟ الشقوق عبارة عن شقوق تكون في ماذا؟ في القشرة ماذا؟ الأرضية، تنساب أو تخرج منها ماذا؟ تخرج من خلال هذه الشقوق الموجودة على سطح الأرض، تخرج ماذا؟ تخرج الصهارة. لابد تكون هذه الصهارة، ماذا تتوقعون هذه الصهارة؟ هل هي غنية بالسيليكا؟ إذا كانت غنية بالسيليكا فهي بصعوبة تتحرك وتثور ثوران هائل، لأنها تحبس ماذا؟ غازات. لكن ما الذي يحدث عندنا؟ أحسنتم، إذا هي تخرج منها سيليكا، تخرج منها صهارة قليلة بماذا؟ قليلة بالسيليكا، غنية أكثر بالحديد والمغنيسيوم. إذن هي خروج الصهارة عالية السيولة. يعني إيش عالية السيولة؟ يعني اللزوجة قليلة، يعني تتحرك، يعني هي قليلة بإيش؟ قليلة بالسيليكا، يعني هي كثافتها ماذا؟ قليلة، لذلك تنسحب بسهولة من شقوق على سطح الأرض. يعتبر ثورانش، طبعا هو يكون له هضاب بازلتية. أغلب الهضاب البازلتية على سطح الأرض هي عبارة عن ماذا؟ هذه الهضاب البازلتية هي عبارة عن ماذا؟ عن ثوران لهذه الشقوق. لذلك أي أنواع ثورانات اللابة تغطي أكبر مساحة من سطح الأرض، أكبر مساحة من سطح الأرض هي ثوران ماذا؟ هو ثوران لهذه الشقوق. إذن هل هذا الثوران لهذه الشقوق هل هو عنيف شديد؟ لا، بما أنها تحتوي على سيليكا قليلة، يعني غازات أقل، يعني سهولة الحركة، لزوجة قليلة، إذن حيكون الثوران ماذا؟ الثوران منخفض. وهنا عندنا أمثلة على ثوران الشقوق، شقوق حرة الرهط، لدينا هذه صورة جوية لهذه الشقوق. إذن لخص هذا الكلام كله وضعناه في جدول لسهولة ماذا؟ التعامل. وجه المقارنة، وضعنا في الصف الأول أنواع البراكين درعية مخروطية مركبة ثوران الشقوق، وجدنا مكوناتها. أول حاجة نقرأ سويا، البراكين الدرعية نسبة قليلة من السيليكا وثوران ماذا؟ منخفض. سبب التسمية تراكم طبقات اللابة على هيئة طبقات أفقية جوانبه قليلة الانحدار، لكن حجمه كبير. درعي يعني الحجم كبير، طبقات بازلتية، اللابة البازلتية طبعا تتراكم وتعطينا ماذا؟ تعطينا الشكل ماذا؟ الدرعي. مثال بركان جبل ماذا؟ مار. المواد المنبعثة غاز ولابة، والغاز بكمية ماذا؟ بسيطة. في جميع البراكين لابد من خروج ماذا؟ الغازات، لأن هي الأساس، هي التي تقوم بعملية الضغط. نأتي للمخروطية،
نسبة متوسطة من السيليكا ويكون ثورانه ماذا؟ متوسط. سبب التسمية، ما هو السبب في تسمية هذا البركان؟ تراكم المواد المقذوفة المتصلبة على شكل ماذا؟ مخروط. إذا مواد مقذوفة، مقذوفات صلبة، رجعت تراكمت على هذا الجبل وحضاضتني جبل حاد الجوانب مخروطي الشكل. أمثلة عليه بركان حرة البرك، غاز طبعا شيء أساسي لأننا ذكرنا طبعا لو أتينا هذا الحجم كبير، حجمه الحجم ماذا؟ كبير. هذا حجم ماذا؟ صغير. هذا حجم ماذا؟ متوسط. لو رأينا لو تكلمنا عن حجوم هذه البراكين، نأتي لدينا ذكرنا في المخروطية ثوران متوسط. متى تثور؟ كلما ضغطت هذه الغازات، إذن الأساس هو وجود ماذا؟ الغازات فيها. كلما ضغطت هذه الغازات على الصهارة أدى للثوران. إذن غازات، عندنا حمم، وعندنا ماذا؟ وأيضا رماد. نأتي للنوع الثالث من البراكين وهي المركبة. نسبة مرتفعة من السيليكا وثورانه مرتفع جدا، أو هائل أو شنيع أو شديد ثورانه والمخاطر والمواد التي يقوم بإخراجها، أيضا كميات مهولة، الارتفاعات ممكن عشرات أو عشرات الأمتار خارج ماذا؟ خارج هذا البركان. تتركب من تتابع طبقة فوق طبقة أخرى فوق طبقة أخرى، لابة مقذوفات، لأنه يخرج مواد ثوران شديد، غازات هائلة، ضغط مواد جدا جدا ثقيلة، فيقوم بإخراجها. مواد جدا ثقيلة، لابة ومقذوفات، تخرج، هي درجة حرارتها عالية في منطقة الستار، خرجت إلى ماذا؟ إلى سطح الأرض، ارتفاعات هائلة، ارتفعت لأعلى، بردت. عندما تبرد تتشكل، ترجع مرة ثانية تسقط، تتشكل وتلتصق على هذا الجبل، تكون لي طبقات متتالية أو متتابعة، وتكون جبل ماذا؟ حاد الحجم، لديه متوسط. جبل القدر شمال شرق المدينة المنورة، غاز ورماد وأيضا مقذوفات ماذا؟ صخرية. ثوران الشقوق طبعا قليلة السيليكا، لزوجة قليلة، انسياب ماذا؟ عالي. ثوران ماذا؟ بسيط طبعا، ثوران بسيط ولا لا يقارن بالمركبة. تتكون طبعا، أين سبب التسمية؟ لماذا سميت بثوران الشقوق؟ سبب التسمية قلنا درعية على شكل درع، مخروطية على شكل مخروط، مركبة طبقات متتالية من اللابة والمقذوفات الصخرية. ثوران الشقوق لأنها تخرج من الشقوق الموجودة على سطح ماذا؟ على سطح الأرض، مثال حرة رحط، غاز وأيضا ماذا؟ وحمم. نأتي نفكر قليلا في هذا النوع. لدينا 7 ثورانات تم اختيارها عبر التاريخ. هل يتواجد ثورانات الآن؟ نعم، في ثورانات الآن، لكن هذه تم اختيارها. البركان السنة بإندونيسيا 1883، نوع البركان مركب، قوة الثوران مرتفعة، محتوى السيليكا أيضا مرتفع، محتوى الغازات أيضا مرتفع، نواتج الثوران غاز وحمم وأيضا رماد. بالآسكا عام 1912 ميلادي، نوع البركان هو أيضا مركب، قوة الثوران كما ذكرنا أيضا مرتفعة، محتوى السيليكا مرتفع، محتوى الغازات أيضا مرتفع، لابة، رماد، غازات. بالمكسيك عام 1943 ميلادي، نوع البركان لدينا بركان مخروطي، قوة الثوران متوسط، محتوى السيليكا كان عندي هنا محتوى مرتفع لأنه غازات ممكن أكثر، محتوى الغازات كان منخفض، غاز وحمم وبركان. أيضا لدينا عام 1973 بأيسلندا، نوع البركان مخروطي متوسط، قوة الثوران، محتوى السيليكا منخفض، محتوى الغازات ماذا؟ مرتفع. لاحظنا معايا، قلنا احنا السيليكا تكون متوسطة، إما تكون في أحد البراكين عالية أو تكون في أحد البراكين ماذا؟ منخفضة. النواتج عندي غاز ورماد، لاحظوا معايا في البراكين المخروطية غازات أحد النواتج الأساسية، لأنه سبب ثوران هذا البركان
هو ضغط الغاز الموجود في الصحراء. في واشنطن عام 1980 لدينا نوع البركان هو مركب، قوة الثوران كانت مرتفعة، يعني احنا قلنا البراكين المركبة قوة الثوران مرتفعة، السيليكا مرتفعة، محتوى الغازات أيضا مرتفع، الناتج النهائي غاز ورماد. لدينا أيضا عام 1989 في هاواي، جزر هاواي، نوع البركان كان درعي على شكل درع، قوة الثوران كما ذكرنا منخفض للدروع البركانية، محتوى السيليكا أيضا ماذا؟ منخفض، محتوى الغازات أيضا منخفض، وهذا ذكرناه في حالة البراكين ماذا؟ الدرعية، جميعها منخفض الغاز واللابة. أيضا مونترات عام 1995 ضرب بركان نوعه أو ثار بركان نوعه ماذا؟ مركب، وكما ذكرنا المركب تتابع ماذا؟ طبقات من اللابة والمقذوفات، قوة الثوران دائما البراكين المركبة لو لاحظنا هذا مركب وهذا أيضا مركب وهذا أيضا مركب، لاحظوا معي التشابه، مركب قوة الثوران مرتفع، خلاص اللابة أيضا أو السيليكا مرتفعة والغازات أيضا مرتفعة لو لاحظنا مع بعض، إذن لو لاحظنا مع بعض بهذا الشيء، إذن غاز رماد وأيضا لدي ماذا؟ كمية من ماذا؟ من الصخور. إذن طبعا ماذا تعلمنا؟ تعلمنا هذه البراكين وهذه أشكالها، ووجدنا الفروقات. قد نستطيع عزيزي وعزيزتي الطالبة تستطيع من النظر لأشكال البراكين تحدد نوعها وتحدد مكوناتها وتحدد ماذا الثوران لتلك ماذا لتلك البراكين. اختبر نفسك، سوف نصل إلى نختبر أنفسنا. أكبر البراكين حجما هي البراكين ماذا؟ ما هي برأيكم؟ أحسنتم، هي البراكين الدرعية. الدرعية أكبر البراكين حجما، تتكون نتيجة تراكم طبقات من البازلت فوق بعضها البعض. يحدث ثوران عندما تتسرب صحارى ذات سيولة عالية، يعني لزوجتها ماذا؟ منخفضة، من خلال شقوق في الأرض. ثوران ماذا؟ ماذا أسميه؟ بمن ذكر لي من خلال شقوق على سطح الأرض، إذن هو ثوران ماذا؟ الشقوق، وهو الذي يغطي أكبر مساحة على ماذا؟ على سطح ماذا؟ الكرة الأرضية. ثوران الشقوق. لدي أيضا أكتب في الفراغ أمام المفردات المفردة ما يناسبها من الأحرف الثلاثة التي قبل الجمل التالية. سين يرتبط بالزلزال، إذا وضعت سين معناته إن هذه العبارة مرتبطة بالزلزال، إذا وضعت صاد يعني لي هذه العبارة ترتبط بالبراكين، وإذا وضعت عين يعني لي هذه العبارة ترتبط بالزلازل والبراكين معا. لدينا سؤال 6، رماد وتدفقات طينية ملتهبة ترتبط بمن؟ أحسنتم، رائعين، فكروا معي، أحسنتم، بما أنه رماد وتدفقات ملتهبة ورماد، أعرف أنها ترتبط بماذا؟ بالبراكين، إذن أضع أمامها صاد، لأن صاد ارتباط بالبراكين. تقنيات المباني الآمنة، تقنيات نستخدمها لتحسين المباني، نجعلها مباني آمنة، ها. أين نستخدمها أكثر شيء؟ فكروا، أحسنتم، نستخدمها في حالة الزلازل، رائعين، إذن نستخدمها في حالة الزلازل سين. البقع الساخنة، بقع ساخنة، طبعا هذه سوف نتناولها بإذن الله بالتفصيل، لكن من اسمها بقع ساخنة، بقع ساخنة ماذا ترتبط بماذا؟ رائعين، إذن هي ترتبط بالبراكين، ارتباطها أكبر بالبراكين. سعة الموجة، موجات، من الذي تكلمنا عليه موجات؟ هل البراكين موجات؟ البراكين لم نتكلم عن الموجات في البراكين، تكلمنا عن الضغط وتكلمنا عن الكثافة، هذا الذي تكلمنا عنه، سبب الضغط والكثافة، ضغط الغازات على ماذا؟ على الصحارى، ضغط الغازات على الصحارى الغنية بماذا؟ بالسيليكا، هو ضغط الغازات. إذن سعة الموجة ترتبط بماذا؟ أحسنتم، ترتبط بالزلازل، لأن تكلمنا عن أنواع الموجات ماذا؟ الزلزالية. الارتداد المرن،
زلازل ما تحدث نتيجة عملية اهتزاز انكسار ثم عودة الحواف المنكسرة إلى وضعها الأصلي، لكن لا تعود إلى وضعها الأصلي، فهي تقوم بعملية الحركة اهتزازية حول موضعها. إذا الارتداد المرن مرتبط بماذا؟ بالزلازل كذلك. حفرة الانهدام، حفر يعني صدوع ممكن يخرج منها براكين، إذا هذا مرتبط بماذا؟ نعم أحسنتم، إذا هي ترتبط بالزلازل وبالبراكين، حفر ماذا؟ الانهدام. التسونامي تعرفنا عليه في الزلازل، ولكن من الممكن أن يحدث تسونامي في حالة حدوث ماذا؟ براكين، فنضع في حالة ماذا؟ عين كذلك. مقذوفات صلبة، ما هو برأيكم مقذوفات صلبة؟ أحسنتم، هي مرتبطة بماذا؟ بالبراكين. صفائح أرضية، ما هو برأيكم صفائح أرضية؟ الصفائح مرتبطة بماذا؟ بكل من الزلازل وكل من ماذا؟ من البراكين. إذن هي أعطيها رقم ماذا؟ رقم عين. لدينا الواجب صاد 63، السؤال الأول والثالث والرابع. بذلك نكون قد انهينا من درسنا عن البراكين. ادفع نفسك عزيز الطالب للأمام كل يوم، ليس المهم أن تتقدم بسرعة، لكن المهم أن تتقدم في الاتجاه السليم. أشكر لكم أعزائي الطلاب والطالبات حسن متابعتكم، أبقوا معي، شاكرة لكم.